رجعنا لكم من بعد التقرير. تنضم لنا في الاستديو ميرفت إبراهيم، مشرف خدمة أطفال بنا بوكالة أنباء البحرين. مساك الله بالخير ونورتينا اليوم في الاستديو. مساء النور والنور نوركم أختي ليلى، وأنا وايد مستانسة أكون معكم. والله احنا سعيدين اليوم في وجودك. مرات يمكن شوي سؤال فضولي يعني نوعا ما، يعني دائما نشوف اسم ميرفت إبراهيم مرتبط بالأطفال، سواء في البرامج في الخدمات اللي قاعدة تتوفر لهم. يعني تعودنا دائما نشوفك موجودة كإعلامية للأطفال أو دائما تساعدينهم في هالمجال الإعلامي، شنو السر ليش اسمك وايد مرتبط بالأطفال؟ أختي أنا أعشق الأطفال وايد، أحب الأطفال وين ما يكونون أحب أن أنا أتواجد، هذه شيء وهاي الأهم. شيء ثاني، كل إنسان داخله طفل، وأنا أحب أن أنا أوظف الطفل اللي داخلي بين الأطفال، أشاركهم مناسباتهم، أشاركهم معلوماتهم في مدارسهم، برع المدارس في أنديتهم في مراكزهم، وهذا الشيء بالعكس يعطيني طاقة أكثر، يخليني أكون قريبة منهم أكثر وفي نفس الوقت أستفيد منهم. حلو. لذلك أنا أحب الأطفال. حلو، الله يخلي الأطفال كلهم إن شاء الله يا رب يحفظهم. يمكن في التقرير كنا نشوف يعني لمحة سريعة عن الخدمات اللي تقدمونها في بنا، فحابين نعرف، يمكن نستغل وجودك اليوم معنا هني، نبي نعرف التفاصيل أكثر، شنو نوع الخدمات اللي تقدمونها لهم بالضبط؟ احنا طبعا وكالة أنباء البحرين وكالة معروفة طبعا، وكالة رسمية وطنية، هي أساس الأخبار اللي الأخبار المحلية طبعا اللي تصدر في 2000. طبعا احنا عندنا موقع وكالة أنباء البحرين طبعا من 1996، كل بين فترة وفترة نجدد الموقع. في 2011 تحديدا في يناير جددنا الموقع. في هاي الفترة كان يصير فيها تطورات مختلفة متنوعة، مرة نزلنا تويتر ومرة نزلنا الفيسبوك ومرة نزلنا اليوتيوب، وهذه تعرفين هذا الشيء شجعنا ان احنا ما نتوقف عن التطوير. ففي شهر اكتوبر في 2011 جاتني فكرة ان ليش احنا ما نوظف الاطفال في وكالة انباء البحرين. يقولون شلون توظفون اطفال في الوكالة؟ نعم، الفكرة هي كانت ان احنا نعد ونهيئ وننشأ أطفال صحفيين. حلو. مراسلين في وكالة أنباء البحرين. طبعا الوكالة عندنا احنا مراسلين كبار، لكن شلون احنا نوظف هذا لين الأطفال في الوكالة. وفعلا اتفقنا مع مدير وكالة أنباء البحرين الله يعطي العافية أستاذ مهند سليمان، وإنه يعني يكون عندنا هذا الركن أو هاي الخدمة في وكالة أنباء البحرين، وعلى طول وافق. وابتدينا طبعا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. حلو. مشكورين كلهم طبعا ان احنا ندخل المدارس ونعرف الاطفال على الصحافه، شنو الصحافه وشلون تصير صحفي وشنو العوامل اللي تساعدك انك تكون صحفي وشنو المهارات اللي المفروض تكون عندك حتى تكون صحفي. طبعا بالاضافه الى المحاضرات اللي احنا نقدمها او الجانب النظري، عندنا احنا الجانب العملي. في الجانب العملي نبتدي نعلمهم شلون يكتب الخبر، شلون يكتب التقرير، شلون يسوي التحقيق، شلون يسوي المقابلات الصحفيه، وشوي شوي شوي لما يخوض التجربه ونحس انه فعلا وقف على ريله، وبالتالي يبتدي يرسل كل الأشياء اللي يكتبها. طبعا صار عندي مراسل، خلاص أنا ضمنت المراسل، فيبتدي يطرش كل المعلومات أو يغطي كل الأخبار اللي يروح لها، مثلا كان في أنشطة في المدرسة أو فعاليات يرسلها لنا، وبدورنا إحنا ننزلها في وكالة أنباء البحرين. فتعرفين الكم والعدد يعني من اليوزرز أو الناس اللي تقرأ هذه الأخبار، وهي يعني كريدت طبعا حق الطفل نفسه. نعم. يمكن الشيء الحلو اللي انتم سويتوه يعني عطيتوا ثقتكم حق الطفل. نعم. يعني قلتي يعني مثلا تأهلونه وتعدونه في ضمن هالمراحل وتعطونه الثقه الكافيه انه هو يطلع ويسوي لكم ويعد لكم. نعم. يسوي لكم الاسئله ويجيب لكم. نعم. ويجيب لكم الخبر، والمراسلات كلها تعتمد عليه. يمكن يعني الطفل يعني في لحين خوف انه ما يكون عنده خبره كافيه. نعم. خصوصا انه هو لما يسوي مثلا مقابلات حق شخصيات مهمه في المجتمع. نعم. ما خفتوا من هالنقطه؟ صراحه اختي ليلى ما تتوقعين كم يعني بالعربي ايش كثر
الطفل عندنا واثق من نفسه، حلو، إش كثر ما يخاف، إش كثر جريء، إش كثر يحب أنه هو يخوض أي تجربة تعطينا الفرصة أنه هو يخوضها. وفعلاً مع التدريبات ومع ورشات العمل اللي إحنا نقدمها لهذه المجموعة ومراسليننا، شوفينا ما شاء الله عليه ينطلق دائماً، يبتدون كتاباتهم طبعاً لأي خبر، مثلاً بالأنشطة وبالفعاليات اللي تصير في المدرسة، حفلة مثلاً صارت في المدرسة، أو مثلاً يوم أو فعالية مثلاً صارت في المدرسة، يبتدي إنه أهو يكتب. ودائماً أنا أطلب منهم يكون مثلاً الخبر اللي يرسلونه ما يزيد عن 5 سطور على أساس إنه يكون سهل على الطفل. لكن لما إحنا نقول له يلا خوض التجربة هذه الصجية، وإنك تروح تقابل مثلاً مسؤولين كبار، صح، مدراء، مدرسين، تشوفينه ما شاء الله ينطلق ويبلي المعلومة. وأنا أكون صراحة فخورة بهاي المجموعة من الطلبة اللي أحس فعلاً عندهم هذه الثقة، الثقة القوية طبعاً في النفس. حلو، بعد إحنا أكيد بعد فخورين إن الأطفال البحرينيين بعد عندهم هذه الجرأة وفيهم هذه المبادرة إنهم يطلعون ويسوون المقابلات مع هاي الشخصيات. حابين نعرف بعض المشاريع الإعلامية يعني عن الأطفال اللي قاموا فيها أو اللي سووها من ضمن البرنامج التدريبي اللي عندكم حق الأطفال. يعني مثلاً عرفنا أن أحد الأطفال كان مسوي مقابلة حق سعادة وزير التربية والتعليم. نعم. فكلمنا شوي عن هالمشاريع. هذه المقابلة اللي صارت كانت في فعالية تدشين المركز الإعلام أو مركز الطلاب الإعلامي أو مركز الإعلام الطلابي. حلو. هذه طبعاً تابعة لوزارة التربية والتعليم. ذاك اليوم طبعاً خلاص يبون صار الافتتاح. بعد الافتتاح تفاجأنا قومت هذه المجموعة من الأطفال. أنا توقعت إنهم راح يكتبون الخبر ويطرشونه لنا وبس، بس يعني تفاجأت لما قاموا وكل واحد عنده المايك وعنده التلفون وعنده جهاز التسجيل، ويعني الأسئلة اللي كانوا عدينها في الورقة، وهذه يسأل وهذه يجاوب وهذه لو سمحتوا سعادة الوزير، وكل واحد يعني تعرفين فعلا خلوني أستانس على أنا كنت بعيد وطالعهم، بس فعلا هذا الشيء فرحني وريحني، وحسيت أنه فعلا جهود وكالة أنباء البحرين وجهود وزارة التربية والتعليم ما راحت. حلو. طبعا مرفت يعني لضيق الوقت عندنا، بس يا ريت لو تكلمينا شوي بسرعة عن المجلات اللي انت جايبتها. طيب طبعا هنا عندنا المجلات، هذه مجلة أطفال بنا. بس قبل كل شيء اختي نايلة الكل يسألنا يقول لنا شنو أطفال بنا؟ أطفال بنا طبعا احنا نعرف بنا اختصار حق بحرين نيوز ايجنسي، وكالة أنباء البحرين. فاحنا قلنا ان هذا لين الأطفال بيكونون عيالنا هم في الوكالة، ولذلك سميناهم أطفال بنا. وكالة أنباء البحرين أصدرت أول مجلة للأطفال تونا جديد في شهر 2016 ديسمبر، طبعا في فترة القمة لدول مجلس التعاون، وهذه المجلة من صنع الأطفال. أطفال هم اللي يكتبون المعلومات، هم اللي يحطون لنا الصور، هم اللي يرسلونها لنا، كلها طبعا إذا نلاحظ كلها جهود الأطفال نفسهم. يعطيهم العافية. الله يعافيك يا عمري. وهذه طبعا كل المعلومات اللي حطيناها في المجلة، وإحنا المجلة طبعا خليناها بنمط شوية قديم، ضفنا بعض الأسئلة، بعض المسابقات، تلوين، عندنا هني التلوين، بالإضافة أن إحنا عندنا سؤال المسابقة يقدرون أنهم يرسلون لنا الإجابة على إيميلنا في وكالة أنباء البحرين، وبالتالي طبعا راح يحصلون على جوائز نقدية. حلو. طبعا أكيد إحنا فخورين بجهودكم وقدراتكم، وفخورين بالأطفال أكيد، وإن شاء الله الله يوفقهم ويوفقكم إن شاء الله، ونشوفهم إعلاميين يعني سباقين في هالمجال. مرفت إبراهيم، مشرف خدمة أطفال بنا بوكالة أنباء البحرين، شكرا لحضورك اليوم. شكرا لك.